ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ربطكم بخير دايما، معكم اخوكم محمد زي ما عودناكم. اهلا معاكم ونتابع معاكم دايما كل الوظائف الجديده اللي نازله والمتاحه، ونعرفك ازاي تقدم فيها بالطريقه الصحيحه. فما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. ده طلب سهل وبسيط، اتمنى انكم تعملوه، لان انا بتاخدوا من وقتي لما ابقى انزل حلقه زي دي عشان الناس تستفيد، واتمنى الكل يستفيد. فدعمنا بلايك للفيديو وشير واشتراك في القناه، ده اهم حاجه عشان يوصلك كل اشعارات بالوظائف الجديده المتاحه اللي بننزلها، لان انا بنزل كل الاعلانات وطريقه التقديم. مسابقه التعيينات في البنك الزراعي لعام 2021. البنك الزراعي طالب ناس تشتغل فيه، خريجي من دفعه 2017 لحد 2021. بالطريقة ازاي تقدم فيها، انا سايب لكم اللينك اسفل الفيديو، لينك التقديم. اول حاجة يعني تكتب اسمك رباعي زي ما موجود في البطاقة. تاني حاجة تكتب اسمك بالانجليش رباعي برضه. بعد كده هتكتب الرقم القومي من 14 رقم على رقم البطاقة. بعد كده هتكتب تأكد الرقم القومي تاني، تكتبه تاني. وبعد كده هتكتب هنا السنة اللي طلعت فيها البطاقة بتاعتك، اللي هي طلعت في 19، طلعت البطاقة آخر بطاقة طلعتها، طلعتها انت السنة دي، السنة اللي عدت آخر بطاقة طلعتها، يا ريت كذا. طبعا أنا أقول لك، فلنفترض إن احنا طلعناها في 2018، شهر مارس مثلا. بعد كده هتختار هنا تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد، ولنفترض إن أنا 96 وشهر يونيو، يوم 9. على فكرة أنا جمع البيانات دي أنا لسه عاملها، فيعني أنا بعدل عليها يعني عشان مضيعش وقتكم، بس كده يعني. فعادي البيانات دي هتلاقيها فاضية، أنت اللي هتكتب لها. هنختار المعامل مثلا الذكر، الحالة الاجتماعية تختار هذا، الموقف من التجنيد هتختار أنت إيه موقفك من التجنيد، عفو نهائي، عفو مؤقت، تم الانتهاء، تأجيل غير مطلوب، مهمل، تم الانتهاء، كل واحد على حسب الحالة بتاعته. بعدين بيانات الاتصال هتكتب رقم المحمول الخاص بيك، وبعد كده هتكتب رقم الموبايل تاني، وبعدين هنا البريد، وتأكد البريد، هتكتب البريد تاني وتتأكد من ان البريد بتاعك صح، لان هو بيعتلك رسالة على البريد. وبعد كده هتختار المحافظة بتاعتك، انت طبعا عامل محافظة، فلنفترض مثلا هنختار ان احنا الجيزة. بعد كده هتكتب المركز بتاعك، تختار المركز بتاعك، فلنفترض المركز بتاعك مش موجود في الاختيارات اللي هو مديهالك، هتختار أخرى زي كده أخرى. بعد كده هتكتب اسم الشارع، اسم الشارع اللي انت في المنطقة بتاعتك، وبعد كده رقم العقار، وبعد هنا تختار الجامعة بتاعتك، بتيجي فاضية بس أنا كنت أعملها القاهرة، فلنفترض عين شمس، عين شمس. الكلية بتاعتك تجارة، حقوق، هندسة، حاسبات ومعلومات، علوم أو أخرى، بس هو يا جماعة محتاج الكليات اللي هو متاحة دي سواء تجارة، حقوق، هندسة، حاسبات ومعلومات، علوم. فلنفترض إن احنا هنختار تجارة. بعد ما اخترنا الكلية هتختار سنة التخرج، السنة اللي انت اتخرجت فيها 2018، البكالوريوس او الليسانس، سواء ده انت تحدد انت ايه، بكالوريوس تجارة، بكالوريوس ادارة اعمال، ليسانس حقوق، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس علوم، بكالوريوس هندسة حاسب آلة او اخرى. نختار مثلا بكالوريوس تجارة. بعد كده التخصص الرئيسي، انت كنت متخصص ايه، بعد كل التخصصات المتاحة نختار مثلا كل محاسبة. التخصص الرئيسي للعمل يكون انت كنت متخصص ايه في الجامعة، يعني محاسبة، ادارة اعمال كده يعني. هنا نيجي التخصص الفرعي، ده لو انت محضر حاجة بعد البكالوريوس، مثلا انت خدت دبلومة، دبلومة يعني انت مخلص محاسبة وخدت دبلومة في المراجعة، خدت دبلومة في التكاليف، هنا تكتب التخصص الفرعي مثلا، وحاصل على دبلومة التكاليف، حاصل على دبلومة مراجعة. هنا التقدير، بتكتب التقدير بتاعك، تختار التقدير بتاعك، امتياز، جيد، جدا، مقبول، بس هو ميقلش المقبول، مش عارف ليه منزلين مقبول، بس اختار جيد. بعد كده تكتب النسبة المئوية، انت كنت جيد على كام، مثلا جيد على 75. تكتب مهم جدا يا جماعة، تكتب
النسبة المئوية اللي انت جايبها. تمام يا جماعة، اتعلم هنا النسبة المئوية. بعد كده تختار اللغة، انت كنت تقرا عربي، تقرا انجليش، حقوق عربي، حقوق انجليش. اختار مثلا العربية. هل لديك عقارات في البنك؟ لو انت ليك قرض هتقول نعم، مالكش عقارات هتقول لا، ويبقى مالكش دعوة بالخيارات اللي تحت. لو عربي هتقول نعم، يبقى هتشوف ايه اللي يقرب لك في الدرجة الأولى أو التانية أو التالتة أو الرابعة، وتختار هنا قرايبك مثلا، والدك أو والدتك شغال في البنك ده تختار أولى، أختك أخوك شغال في البنك تختار تانية، عمك عمتك خالتك أبناء أختك أبناء أخواتك شغالين في البنك تختار التالتة، أبناء العم والعم وأبناء الخالة تختار الرابعة زي ما هو موضح. وبعدين إن أنت تضغط صح أقرار، وبعد كده هتضغط حفظ، وبعد كده هيدي لك رقم، هيطلع لك رقم على الشاشة، تاخد سكرين شوت أو تكتب الرقم ده في ورقة وتحتفظ بيه، لأن ده رقم مرجعي زيه زي أي بنك. بعد كده تكتب الرقم القومي، والرقم ده اللي بيظهر لك هتدخل بيه وتستعلم. أنت اتقبلت، أنت اترفضت، ميعاد امتحاناتك امتى، لو انت ما بعتولكش الرسالة او وصلتك رسالة وحذفتها بالغلط، تقدر من خلاله توصل للمعلومات بتاعتك في البنك. اخيرا وليس اخيرا، اتمنى ان يكون عجبكم الفيديو، مش عايز اطول عليكم، بس ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان تستفيد.